كانت مصادر قانونية أن رجل الأعمال والعالم المغربي عبد المجيد البيضاوي وبعد تحريات دامت أكثر من سنة سجل في عداد المتوفيين بعد اختفائه في ظروف غامضة. وكانت زوجة الفقيد السيدة أم هاني هي من رفعت دعوى قضائية للحصول على شهادة الوفاة وتطبيق أحكام الإرث نظرا. صافي حتي على خاطرك هادشي اللي درت درتو لمصلحتنا كاملين. تي كتفكر غير في مصلحتك، يما حنا راه ما معترفينش بهذا الموت، وما حد ما تفنش بابا وما شتوش ميت حدايا، بالنسبه ليا غادي يبقى عايش وضروري غادي يرجع. شغالك هذاك؟ ما غادي نوقفوش الشركه على ود باك مصالح. ما كتعرفيش شي حاجه سميتها الاحساس، الحب للعائله، حاجه وحده اللي كتحركك هي المصلحه. شوف بنتي، انا صبرت على الهبل ديال باباك سنين على ودكم، ودابا ملي كبرتوا وتقدوا الكتاف ما غدوزوش عليا داكشي اللي دوز عليا. انا طويت هاد الصفحه وبديت حياه جديده، وحتى شي واحد ما غيتدخل ليا في حياتي ولا غادي يحكم عليا. وبركه فراسك الا مات لك راجلك، اما انا بابا مازال عايش. سمعتي؟ مازال عايش. منال اسمح لي تعطلت عليك، الجلسه ديال خويا سمير الله يسالك برا الحمد لله. مبروك عليك. وانت البركه في راسك مشيت للوالد. لا بابا ما ماتش، بابا عايش وغادي نلقاه. دابا كيما الملف تسد، واحد صاحبي انسبيكتور عطاني حوايجه، هو التليفون ديالو بغيتهم يردوا لي. بابا الحوايج ما عندي ما ندير بهم. منال الا كان باباك عايش غادي نلقاو، ولكن مات الله يرحمه. على عيني انا فتحت واحد لوكيت من جهتي ولقيت هاد الفيديو في التليفون ديالو. سمير ما تعطيني شمال على والو. ان شاء الله يكون خير. هاد البلاصه فايته ماشي عليها؟ لا. وهاد السيد هذا اللي كيصور فيه فايته شافها قبل؟ لا ما عمرني ما شفتو. هو التليفون خليه عندك، وغدا ان شاء الله نشوف هادشي. كدير انت هنا؟ صباح الخير يا منال بنتي، البركه في راسك. خرج من البيرو ديال بابا شي واحد اللي خرج المدير ديالو. غير حلم بها تكون مدير. انت جاهل بليد حشره فوق الارض، بزاف عليك البيرو ديال بابا. قدر الموقف ديالك والشعور ديالك. حتى انا كنتالم راه ولد عمي باك، ولكن ما خصناش نتعداو الحدود. الحدود هي اللي فتي فاش قال لك دماغك تدخل للبيرو ديال بابا وتجلس الباسطو. انا ما درتش داكشي من ديتي لراسي، ماشي جيت ودخلت كما قلتي. انا جلست هنا بموافقه ديال مولات الشي ماماك. ايوا قول نتوما تسنيتو الفرصه باش تبينوا لي فنيتكم ياك. لا حول ولا قوه الا بالله. الا بغيتي بنتي ديري يدك في يدينا، الشركه راه غاديه مزيان، نربحو كلنا، واش عندك فيه صلاح انتي وبابا غادي يكون فرحان. هاديك غير حلم بها، وداك الكرسي حتى هو، وها انت ها انا وليام بيناتنا. سمير صبا شنو وقع؟ حتى من بعد ما قلك مش هذا هو السيد اللي شفنا عند باك في التليفون؟ بني بحال هو. السلام عليكم. منال. اييه انا عبد الشافعي، كنت مع باك كبرني ملي كنت باقي صغير. شحال دابا كنقلب عليك انت واختك في الزوق. اييه حتى انا عندي واحد الوصيه خصني نقولها لك. طلع. سي عبد المجيد ما كان باغي حتى شي واحد يعرف،
وباش عرفتيني دابا؟ كان ديما كيدوي لي عليكم. وريني تصاورك انت واختك في الدوا. علاش ما عمرنا ما شفناك ولا جيتي عندنا للدار؟ سامي جيت كان تيخاف بزاف اللي تبع لي شي واحد لهنايا، وكان ديما تيوصيني وتيقول لي ما ندوي ما نتكلم على هاد الدار. ولا جيتي دابا؟ ملي سمعت الموت ديال سي عبد المجيد ما عطاتنيش خاطرين نحرم بناتو من رزق باهم. صدق تابعنا. سير 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 دخل في النار. دخلنا في النار. دخلت بلاصه هادي ما غاديش تشوفنا منها. دخل تخبى لا نتسنى هنا. اجي من الحاجة دخل هنا. شاتشي شتشي ما عرفتش قلت لي كاين شي مكانه كبيره ماشي مكانه هادشي هذا ماشي شحال الضو شي حاجه لا ما قصت والو اش واقع انتوما مغاربه اه شريف حنا مغاربه ما بيناش عليكم بزاف اش كديروا هنا شكون اللي مصيفطكم ما مصيفطنا حدا شريف حنا جينا غير بالصدفه غير حتى لقينا راسنا هنا هاد الهضره ما غاديش تدوز علينا وسيروا قولوا للكولونيل اللي مصيفطكم المغرب حر وغادي يبقى حر وغادي يحقق الاستقلال بغيتوا ولا كرهتوا الخوانه اش هاد اللباس هذا بتمنتي شكون عيلتك انا بنسي عبد المجيد عبد المجيد البيضاوي البيضاوي شكون فولا البيضاوي ما عمرنيش شكون عرفت باك شريف اسمح لي نشرح القضيه داكشي راه عندنا شويه معقد وزيدينا بالكذوب دي على هاد الخوانه هادو اللي حلوا الباب حلوا الباب قلت لي يا ولدي انا صبا عندك والو ياك قول لي واش شفت داكشي اللي شفت شفت شي مقاومين والحرب ورجعت ليامات الاستعمار جيو شفت داك الراجل اللي كان هز بابي ديالو اللي هي كان كيغوت قتلوا لي ولدي ياك وكان عمر الدم مايمكنش مايمكنش كون انا ويكش نفس الحاجه يلا خرجوا من هنا على سلامتكم ايش كنتو كديروا في لاكاب السي عبد المجيد راه ما كان تيبغي حتى شي واحد يدخل ليه تما في لاكاب ديالو راه عنده داكشي ديال التيكيتي ديالو قول لي السي عبد الشافعي واش بابا كان عنده شي بيرو ولا شي بلاصه فين كيخدم ايه راه تما كان كيدخل داك لاكاب ما كيخرجش منه كيبقى مع ديك الماكينه الكبيره وما خصش شي واحد يقيسها ولا يقرب ليها علاش وشكون اللي عرف داكشي تيقول السي عبد المجيد كنديروه وكنقولوه اما انا قاري قدو باش نسولو مسكين الله يرحمه قبل ما مات قال لي وصلني واحد الامانه باش نعطي له وحده من بناته هاد الساروت هذا ديال الكفر فور ديالو الا طرات ليه شي حاجه شكرا فين جا هاد الكفر وهو راه كاين هنا في البيت اجيو تبعوني اجيو زيدو هذا هو الكفر
هادو هما البلانات ديال الماكينه اللي شفنا في لاكاف. دونك داكشي اللي شفنا بصح كناش كنحلموا. عرفتوا قصه حب ولا شو الحياه؟ بقا تعيش اولي نيت. غادي نمشي نجيب حوايجي، خصني ولا بد نرجع لهنا باش نفهم لي زافير ديال بابا. بغيت نعرف الوالد باش مات. شنو بغيتي تاني؟ حلمت واحد الراجل هز ولدو صغير لي يلاه مات ليه في يديه كيبكي بجي غوت. فقت ماشي هو هذاك. ما فهمتش شنو بغيتي. بغيت نعرف الوالد باش مات. باك مات صغير، مات عنده 29 عام. سالين هذا الموضوع. اسمع سي سمير، اش من مرض؟ انا في بلاصتي كنت صغير، عندي 9 سنين، باش بغيتيني نعقل؟ يعني يلاه تزاديتي. كانت عندك 6 شهور، سالينا هذا الموضوع وسديناه وخليني نتريني، سمعتي؟ سعي. حيت أنا من حقي نعرف باباش مات. هو منال. أنا جاي. صافا منال. شوف دابا خصك تكوني براغماتيك، بدي تفكري بعقلك ماشي بقلبك. ما يمكنش هادشي اللي كيطرى. معلوم يمكن. دابا هما ولاو ماجوريتير، هما الحق ما يبيعو. سنين ديال الخدمة والتمارة والإكسيلونس بغاو يلوحوها في ربش تعين. علاش؟ حيت ما خدموش فيها، ما عرفوهاش كيفاش جات. ولكن دابا حتى حنا عندنا كارطة صحيحة وخصنا نعرفو نخدموها. فين بغيتي تمشي؟ الفيرما، خصنا نعرفو كيفاش نخدمو هاد الماكينة. يلا. على حساب هاد لي بلان نقدر نقاد الماكينة من هنا. عندك دير شي فوس مانيبيلاسيون في الظروف الزمان. لا باينه هادي، خصني غير نسانكرونيزي لا دات مع لا فيتاس دو ديماراج بحال هكا. واش درتي في لا دات؟ 20 ابريل 1968 اللي كاينه في لو دوكيومون. يلا ما تخافيش ما تخافيش. نمشيو دغيا لونيفرسيتي سيونتيفيك ديال كازابلانكا اللي حدا شارع القدس. نقدم لكم راسي عبد المجيد البيضاوي، جيت باش نقدم لكم اهم مشروع في هاد الجامعة، الا وهو ساعة. هادي راه ماشي ساعة عادية، هذه راه الساعة للسفر عبر الزمن. دابا إلا صوبنا ماكينة قادرة تسبق سرعة الضوء، راه يمكن لنا نرجعوا للتاريخ ونشوفوا شي حوايج اللي ما كناش نقدروا نشوفوهم. كيف ما يمكن لنا نسافروا للمستقبل ونشوفوا شي حوايج اللي ما عمرنا شفناهم. أين تفرجتي في فيلم أمريكاني وأثر عليك بزاف؟ ومشيتي بعيد السي أمجي. بغيتي تشوف المستقبل؟ إيوا راك وليتي شوافة وصافي. راه الفرق ما بين التقدم والتخلف راه هو الثقه في النفس والخيال والابداع. راه قتلنا فينا هاد الجوج، راه نقتلوا معاهم العلم والتطور. صافي دابا وليتي شاعر اخونا، ما بقاش معاك 10. هاد المشروع اللي تنهضر عليه اصلا راه خدا ليا الوقت والجهد وامكانيات كبيره باش نوصل ليه، وكنت فيها بوحدي وقدرت انني نصيب. علاش؟ حيت باغي نديرو في الواقع
انا باغي نتحدى العالم بهذا المشروع ديالي، حيتاش بلادي قادره تعطي، وانا باغي نكون مثال على هذا العطاء اللي كتعطي البلاد ديالنا. اسمحوا لي عافاك نسولكم، بغيت انا نعرف واش كتقراو معنا، حيت ما مريتش تكون هنايا. لا حيتاش عاد غادي نتقيدوا. بغينا نشوفوا لاكلاس ديال سي عبد المجيد باش الا عجبتنا نتقيدونا. ياك ما بغيتوني نعاونكم شي حاجه؟ لا لا شكرا. بغيت نسولك، فيت ليك سمع على شي شركه سميتها لاكي واي؟ لاكي واي كاينه في لي مبل فين ساكنه انا. واش ممكن تورينا لنا فين كاينه؟ الا ما عندكمش مشكل انا عندي الطوموبيل، الا بغيتوا تجيو معايا. واخا شكرا. ولد عمي العزيز صديق، ولد عمي عبد المجيد، واحد الباس اللي ما مربيش. الحمد لله احنا غير مع الدنيا، كيف ما عارفه الدنيا كتجري بينا، خاصنا نديرو غير شي حاجه مزيانه، داكشي علاش انا جيت عندك. كيفاش؟ عندي لك واحد العرض واعر، احلام ديالك كاملين غادي يتحققوا. سمعتي؟ يلا معايا الشركه وغادي نتفاهم. ولكن اشرح لي بعدا باش يمكن لي نمشي معاك. قلت لك غادي يعجبك الحال، يلا يلا ما يكونش راسك قاصر. شوف انا غنمشي دابا، خليتها من بعد ونهضروا في هادشي. هادشي ما كيتسناش. سمعتي؟ ولا تيري فتح لك البيبان ديالو بيديه، انت ما تسدهمش. ولكن راه ما عرفتش فين باغي توصل بهادشي يا الصديق. انا غادي نرجعك احسن عالم في هاد العالم هذا. سمعتي؟ غادي نرجعك مخترع ديال بصح ديال القلب، ماشي هز لي اوراق وكتهضر في الخوي الخاوي. اسمع ولد عمي، انا قريب غادي نورد الشركه. لا تقول لي بعدا، واش عمي لاباس عليه شويه؟ ما شغلناش فيه، يكون لاباس ماشي لاباس، قريب يموت ما غيموتش. انا دابا بغينا نخدمو انا وياك. فاس فاس. ولكن اللي بغيت نعرف شنو علاقه هادشي بالماكينه ولد عمي؟ الماكينه هي اللي غادي تخلينا نحكمو في هاد العالم الا بغينا، فهمتي ولا لا؟ سمعني مزيان، انا غنانفيستي معاك بفلوس، انت عندك هذا. ولكن ولد عمي انا اللي عارف هو انت ما عندك حتى شي دخل بالعلم والاختراعات. نسى ديك الهضره، انا ملي كنت صغير كنشوف داكشي اللي كدير والقرايه اللي كتقراها وداكشي، انا بغيت نخدم معاك وعجبني الاختراع ديالك. ايه وشنو غنربح انا من هادشي؟ بزاف ديال الحوايج، كلشي غيولي يعرفك. نصارى، امريكان، روسيا، العرب، كلشي غادي يولي يعرفك. والفلوس تربح فلوس، حيت انت ولد عمي وعزيز عليا، غنعطيك 20%. دابا انا هو مول الاختراع باغي تعطيني 20%، راه انا اللي خص تكون عندي اكبر نسبه، حيت انا اللي خصني نبقى نتحكم في الماكينه. طمعتي طمعتي بزاف. اخر هضره 50-50، ما بغيتيش بلاش. واخا طمعتي ما قلتي كلمه نهائي، يلا نشربوا قهوه ونتفاهموا لهادشي ونسينوا الكونترا وكلشي غيكون بخير وما يكون غير خاطرك. مرحبا صافي. انا غادي نتبعهم باش نخدم الكونترا. ما يمكن لكش تتبعهم. علاش؟ حيت انا ساكنه هنايا والسيكوريتي ما غاديش يخليوك تدخل. الا كنت ساكنه هنا ندخل معاك. ولكن انت راجل. وانا يمكن لي ندخل معاك. واخا على راسي ولا عينتك معايا، انا ساكنه في بروميير ايتاج والشركه ديالهم كاينه في الدرنيير ايتاج. الا بغيتي تدوزي عندهم خاصني ندوزك من السطح. واخا يلا نمشيو. يلا منال رد بالك. ما تخافش يا سمر. صافا؟ ما عندك والو؟ لا الحمد لله فيز دو بيغ كدمان. خصني نرجع نقرا مزيان هذوك لي بلون يخلي لي بابا ونفهم كثر لا لوجيك ديال الماكينه باش نقدر نصاوب لابليكاسيون. وهاد لابليكاسيون هادي اون بي كونترولي افيك لا ماشين ا ديستانس.
القضيه ما غاديش تكون سهله، ولكن خصنا نحاول نسانكرونيزي لي زوند مع شاك بارتيكول دو لوبجي. سميت على فوتو الكتريك هادي. يلا خصنا نمشي. فين هما؟ هتهضر ولا غنجبد لك لسان كيضرب وحده؟ لسان يضرب وحده؟ تمني صارت راديو. فين هما؟ لابليكاسيون قربت تكمل، تقدر تكوموندي الماكينه من بعيد. قيد هاد لي دوني معايا عافاك في طون تليفون. طون في ميزوري 2 ميكرو سكوند. 2 ميكرو سكوند. فيتيس 300 000 كيلومتر سكوند. ديستانس دو فول 600 متر. ديستانس دو فول ميزوري 60 كيلومتر. J'ai rien compris. اسمع شكون اللي كيهضر على برا؟ هذا ما يكون الصديق. ما نعرف، ما شغليش، ما سوقيش، ما شتهمش. بان لاش واضح. الحباب تجمعوا. مرحبا، فين كنتو؟ ماشي شغلك هذاك، ندير اللي بغيت، مليانة بحالك. جيت نقلب على الراحة. الراحة. العروبيه والطبيعه والرومانسيه. نقلب عليكم بحال سرطاتكم الارض. عندك تكونوا كتقلبوا على داك الماكينه اللي صوب سعد المجيد. ماكينه؟ على اين ماكينه كتهضر؟ واش حماقيتي ولا مالك؟ حماقيتي. شتي لما لقيتي داك الماكينه نوريك الحماق ديال بصح. سيستي سيستي الصدره ديال نوريك الحماق ديال بصح. واش حنا زعما دراري صغار غادي تخلعنا؟ هذه الارض ديال الناس، انت متهجم. راك تعرف القانون شويه ولا لا؟ تبارك الله على المحامي الكبير السي سمير. انت كبريتي تكرفستي وتعذبتي باش توصل. خاصك تعرف واحد الحاجه، دوك الناس اللي وصلوك واللي عاونوك وداكشي كله، هذوك هما اللي قتلوا باك. بزاف عليك بابا، ما تبقاش تجبدوا على فمك. بلاتي بلاتي. اش كتقول؟ هذوك الناس اللي عندك فيهم ابتكار هما اللي قتلوا باك. الناس هذو سي صديق انا مش منه مع الخير. اي معلوم تدير فيهم الثقه، ولكن الله تعرف الواقع وتعرف الحقيقه، ديك الساعه تجي تشكرني. وصافي بركه من الكذوب. انا با مرض ومات. عرفتي السبب ديال المرض ديالو؟ كيما كاع الناس كيمرضوا كيموتوا. اه معلوم معلوم معلوم. هذاك اللي قتل راه ما كينساش، والروح عزيزه عند الله. شتي داكشي اللي داروا معاه كله، ما عمرو غادي يفدي لك الحنان والحب ديال باك. ديرها في راسك. فين غادي يا سمير؟ بركة عليك. شوف اليوم بركة عليك، غدا ان شاء الله نجرو نديرو فوتينغ في البحر صافي. سعيد، واش بصح عبد المجيد قتل الوالد؟ شكون قال لك هادشي؟ الصديق. قول لي بابا شنو اليوم؟ الجمعة عطلة. اي نعم؟ 1954. 1954 شكرا. عبد المجيد شد تما، حيد ولدي يشوفك. شدير حطك شي من يديك. شكون انت؟ ما تخافيش لاله، انا معاكم.
اهلا عليك ما كان ماس والو بس والو بس اسيدي انتي مرت سي بن عيسى ياك ايه يا انا شكون انت واش ما خافيش عليا انا هو اجي تبي غادي حدك تما الشافعي ما في منضحك اليوم ما كنضحكش معاك واش بقى عندك نوجه مازال تجي لهنايا تمشي كتقلب على جو منزل اجي قدر منيتك حيد من الطريق والله ودوس يسلم عليك صلاه الغائب عبد الشافعي بارك من الهضره خاويه الشافعي اش قلت سعيد اش كدير هنا اش كندير هنا تاني الدب زيد دخل دخل زيد جلس جلس حتى انا جاني مكرفص ما باغيش نحيد عليك من هذه البزاله هذه اش من بزاله هذاك البالي ديال عبد الشافعي ولا درني وصحاب هاي تما نهضر معاك ما باغيش تبعد على منال خرجت على البنت وباغي تخرج علينا كاملين اش هاد الهضره هادي راني ما بقيت فاهم والو ما فاهم والو قتل ليها باها وقتل والدينا وكتقول ليها ما فاهم والو تخربيق تخربيق وداك الشراب اللي كتشرب اللي يدير فيك حاله بحال هكا عباد الله اللي خلاك درتي كسيده وصيفطتي كلشي خلا كثر من نيتك عييت ما نصبر ليك واش عباد الله حتى العرس ديال منال رديتيه الكنازه شتي نقول لك واخا تهرب فين ما بغيتي تهرب والله الا سمحت ليك سعيد سعيد رانا اخوك سمير المحامي المحامي هي كون درتي عقلك كون قريتي مزيان تما تولي المحامي وتما سيني نخدمك معايا انا كاع شوف سعيد شكون ما كنتش انا محامي كون راك مازال في الحبس سمير انا كنعرف واحد الطبيب نفسي غادي نديك عنده غادي تجلس معاه غادي يداويك انا كنوعدك سمير 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 هذا المصيبة درت داكشي اللي بدلت في 1954 دروينا اليوم جاوبيني يا ملال جاوبيني تبقى على خير البنات منال علاش نوصيك على اختك كون عيني يا عمي انا غادي نمشي ولا حتى جيتو شي حاجه عيطوا لي شكرا بزاف عمي على كاع داكشي اللي درتي معانا نتوما بناتي اللي دراتكم دراتني الا كنتي احتاجيتيني في الشركه واخا ما بقيتش اكسيونير نقدر نعاونك الا بغيتي الشركه ديالك بنتي الا بغيتي تعاونني مزيان تهلا في دوا باش ترصحتي ان شاء الله ما نظنش واش نقدر نرجع كيف ما كنت بعد الموت ديال ماما وبابا ما تقوليش هكا كوني قويه كيما ربونا هما يلا انا تعطلت بسلامه بنتي بسلامه عمي طلع عليك فين جاي والسيبه في البلاد ولا شنو ترى كنضحك معاك يا صاحبي ضحك منيتك والله الا كنضحك معاك ديري لي مسخوط الوالدين انت معاك يا صاحبي شكون اللي فرشخك اخ لا الله وصافي اجي شوف ديري ما بقيتيش كتشبه داك المنتير مورا بزاف يا صاحبي قول لي فين هي منال خو
خويا ما انا راس حلوي كتقلب عليك عيطت لك في التليفون هي ما تجري انت فيك تيفين انا في الموطور ديالك واخا اها عندك الفرانه خاسر ما تخافش ما تخافش وتشري لي كاس تشري لي كاس وجوج بنوات جاتك ولك ستارت ستارت ويلو منال فينك انت لي فينك مده هادي وانا كنقلب عليك شوفي تلاقي بيا من دابا واحد نص ساعه في القهوه ونشرح لك كلشي يلا جاير سيدنا مرحبا بكم نقول لكم اليوم واحد النهار غادي يدخل للتاريخ بالنسبه للعلم وبالنسبه لبلادنا هادي مدة طويلة وحنا كنخدمو وكنبحثو على دكتور فانيد الخدمة ديالك في لابوراتوار سي صديق راه سمح لي تفضل ولكن سكت اليوم سيدنا اللي بغيت نقول لكم هو أننا بصدد اختراع واحد الدواء اللي كيداوي جميع أنواع الكانسير واش أنت متأكد من الهضرة اللي كتقولها سي صديق هادي راه ثورة علمية كبيرة وغادير ضجة إعلامية عالمية فعلا متفق معك الدواء راه في المرحلة النهائية والتجريبية الكلينيكية وغادي يعمل فعلا ضجة كبيرة وكان كيفاش حنا نساهموا في هذا المشروع التاريخي؟ الباب مفتوح بغيت يشارك معنا مرحبا يعني أقل ما يمكن الإنسان يساهم به هي 100 مليون ديال الدرهم هذا شيء بزاف أسي صديق ومازال حتى شي حاجة ما مأكدة هنا كيبانوا لي بيزنس مان المشروع هو قدامكم اللي بغى يساهم معنا مرحبا عندي ليك واحد السؤال السي صديق واش بامكانك تجاوبني عليه السؤال علمي الدكتور فاني تسكت خدمه ديالك في اللابوراتوار على كل حال المشروع انا شرفت لكم سيادنا نشكركم على الزياره ديالكم بارك الله فيكم سيادنا تبارك الله عليكم شكرا فرصه دكتور. سعيده شكرا منال صافا بغى مخلقه هادشي ماشي وقتو انت رجعتي على سلامتك والابليكاسيون موجودة خصنا غير نجربها مزيان حيت مايمكنش نبقاو نمشيو للفيرما باش نخدمو الماكينة على اين ماكينة كتهضر الماكينة اللي صوبها باك اللي كنصفو بها في الزمان وراه الماكينة من زمان كانت عند صديق في الكيوي خليتي صديق يخلي الماكينة وما درتي والو اش بغيتي ندير شحال هادي بعنا ليه لي باغ بعتي لي باغ للصديق هاد الروينة كاملة وبعتي لي باغ ديالك الصديق واش باقيتي؟ أنا بغيت نعيش حياتي ونصاوب المستقبل ديالي وبابا والأمنية ديالو هادشي ماشي جديد ما عرفتش علاش كتسولني على هادشي كله سمير مالك؟ ما يمكنش شناهو اللي ما يمكنش؟ منال أنا غادي نشرح ليك ما تقلقيش واخا هادشي راه ما عندو حتى علاقة بالكونسير أنا راه الواحد ديالي عندو موضوع آخر راه ماشي بارك ما تفيبري عليا الإنجاز العلمي واش أنت باغي تكون مشهور في العالم ولا لا؟ الخدمة ديالك في اللابوراتوار باش تولي الدكتور فانيد أكبر دكتور في العالم ولكن هادشي راه كذوب هادشي ما عندو حتى علاقة بهذاك الموضوع العلاقة ما عندنا ما نديرو بها الفلوس كيحلو الطريق في الجبل وفي البحر نطلعو نعاونك أنا جربت الابليكاسيون ورجعت ل 1954
ثلاث شي حوايج وفاش رجعت 2017 لقيت كلشي تخربق. فهمت بلي ما نقدرش نبدل المكتوب. فاش رجعت المرة الثانية وقديت داكشي كلشي رجع لبلاصتو الا جوج حوايج. انت اللي بعتي لي باغ ديالك للصديق وبلي عنده الماكينة. انت اللي سبب هادشي كله؟ كان خاصك تشاورني. لا ما خاصك تفهميني. انت كبرتي وعشتي مع باباك. انا الوليد ديالي ما عمري ما عرفت وماش فاش زاديت. انت اناني كتفكر غير في راسك. الماضي ما كيتبدلش. هادشي فهمتو. فهمتي تخو طاخ. تبارك الله عليك. ها رجعت للسبور. باش تحلو شويه ديال ستريس صافي. اوكي راك عارف كيمشي الصحاب يبقى الفانت. كيبقى الفانت ولا عندك شنو كيبغي يشد. شرب شي بابا ساعي شرب شي باش ما نشربش الحبس اللي داري الجهد كله. حبس ها سمير. علاش مرة كتجي كتسولني على الواليد؟ اش واقع؟ الصديق قال لي باش ما تبقى الله بقى في الحال بيت واحد فيكم خبرني. ما عندي هاد الشيء باش ينفعك. مابقاش تقلب على شي حوايج زي أثروا فيك كيما أثروا فيا أنا. عندك الحق. هذا الموضوع خلق لي بزاف مشاكل مع منال. شوف سمير. منال الله يعمرها دار. وباها الله يعمرها دار. باها من كان صغير من سيرة في الواليد كان كيدافع على راسه. كيدافع على امه وكيدافع على البلاد. هادشي انا كنت عارفه ولكن خاصني شويه ديال الوقت صاحبي باش نتقبلو. سعد مجيد حاول باش يرضينا كفر على دمه ولكن انت مشيتي ما عمرك ما رجعتي يا صاحبي. سمير حط راسك بلاصتي. راني من مات الوالده صاحبي وليت كنشوف كلشي كحل. ما بقيتش حامل حتى شي حاجه. عرفت كان مريض بالقلب وهذاك القرطاسة ما زادت زمت صاحبي الحالة ديالو هي اللي زادت كلشي. دابا باش كتحس؟ باش كنحس؟ حس براسي بنادم جديد ولكن فاتني بزاف ديال الحوايج. هادشي علاش بغيت خويا صاحبي يحقق كاع الأحلام ديالو. سمعتي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. نتمناو كل الوالد راضي علينا. ولكن كاينة واحد الحاجة. شناهي؟ من هذا صاحبي؟ من الله عمرها دار ومات الناس ومخلقه. والله ولدي ما غادي تلقى شي وحده بحالها اللي غادي تردك سعيد. بشرط واحد اخويا سعيد. الا شدتي شي لالا منال اسمح لي عافاك. راسي الصديق منع لنا ندخلوا اي واحد. انا ما قلتلكش غادي نخدم ولا نسكن هنا. بغيت غير ناخذ حوايج من البيرو ديالي وما باقيش تشوف وجهي. غير سمحي لي لالا والله الا حشمه نوقف وجهك ولا اني راه تعليمه ديال السي الصديق هذا ما يدخل حد هي ما يدخل حد. اش غادي تخليني ندخل ولا ما غيعجبكش الحال؟ مالكم اش واقع؟ جابك الله استاذ انت قول لها راه ما كرهتش ولا اني راه تعليمه ديال الباترون راه منعني ندخل اي واحد واكد عليا مزيان. اسمح لينا صافي منال يلا نمشيو. انت ماشي شغلك ما تهضرش معايا. عجبك قال لنا كل ما عيطت ليها الشصاغه كون كاع ما جيت يمكن لي نهضر معاك. اش بغيتي انتي اللي اشنو بغيتيش كديري هنا؟ ياك بعتي لي باغ ديالك. خصني ضروري نوصل لديك الماكينه. واخا ماشي مشكل الا نخرجوا من هنا ونهضروا في هادشي. انت معك غير المشاكل اما الحل غنلقاه لراسي. يلا ما يكونش راسك قاصح. يلا الحاجه اللي خص تعرفي هي بلي دابا قانونيا ما بقاش عندك الحق تدخلي للشركه. انت علاش جايبني لهنا؟ شكون لي هاد القانونيان ديالك؟ عسيتو
انا راه خصني نوريك مصلحتك. راك ما عرفاش معنا كتلعبي. عارفه داكشي علاش خصني ندخل. واش غديري؟ غادي نوقف الصديق نحدو. راه زاد فيه كيربح الفلوس على دار الناس من ديك الماكينه، كيبيع وكيشري في كل شيء، وانا خايفه ما يكون دار شي حاجه لبابا. عندي لك الحل. كيفاش؟ ولكن خذ لك شي لوزه بعدا وتكرم معايا شويه. انا جاي. سي حميد. نعم السي. بغيت نسولك، الصديق قال لك ما يدخل حد، ولكن ماشي منال. شفتي استاذ، راك عارفني كنحترمك، والله العظيم الا اكد لي لا منال ما تدخلش، غير ما بغيتش نقول لها باش ما نخسرش لها خاطره. راه كيبقى راجل ما هذاك. انت هادشي غير هاد الصباح باش كنا متفقين، هي بعت لي باغ، ولكن قانونيا من حقها تدخل تهز حوايجها في 5 دقائق. راسي الصديق ملي دخل البارح ما عاودش خرج، وزيدون الدكتور فاني خرج مع 9:30، اكد لي بالحرف راسي الصديق عنده شي خدمه مهمه وما يدخل حتى واحد، واكد لي على لا منال مزيان. الدكتور فانيد اييه مع 9:30. مع 9:30 على منال اييه. هو ما قلت جاي. الله يهنيك. الله يبارك فيك يا سي. سي بون سي ريغلي، يلا نمشيو. اش قلتي لحميد؟ والو تقلبت عليه شويه وداكشي باش يقول لي ما عادش قالوا ليه انت ما تدخليش. علاش غيخلوني ندخل دابا؟ وصلوا التعليمات مع 9:30، حنا غادي نمشيو في نفس النهار مع 7:30 ندخلوا. كي غنديروا ليها؟ لابليكاسيون. لا لابليكاسيون لا، مازال ما جربتهاش. منال انا ما جربتها، فيما كونفيونس، يلا نمشيو. حميد صباح الخير. صباح الخير استاذ حميد، لاباس؟ الله يبارك فيك. لالا شكون جيتو بكري اليوم؟ كاين شي ما نقضيو؟ لا غير شي حوايج اللي خليت في البيرو بغيت ناخذهم قبل ما نسافر. ولكن مدام ما يمكنش. كيفاش ما يمكنش؟ على ما في خباركمش ربطنا السيستم كامل وزيدوا البادج ديالك ما بقاش خدام، ولاني انا غادي نبادجي لك البادج ديالي بما وجد البادج ديالك. مرحبا بك لالا. شكرا حميد. الله يهنيك. عندي بروغرامي لا ماشين. صافي لقيت كي غندير بروغراميها. بابا فهمتي؟ ام هاني كيف بقيتي؟ شفت ما باغاش ولا قادره حتى تشوفي فيا؟ علاش غادي نشوف فيك؟ زيدون ما كنعرفكش يا سيدي. انا عرفتك، بغيتك ترتاحي من جيتي. انا ما غاديش نلومك ولا نحقد عليك لان عارفك ما عمرك غترجعي ليا، ولكن غتبقاي ديما موت بناتي، وهذا كافي باش نحترمك ونقدرك. هاد الكلام ما عندي ما ندير به. هاديك حياتك دير بها اللي بغيتي، اما البنات بعد عليك. دوي على راسك، بناتك كبار وعارفين مصلحتهم فين كاينه. ما تخافيش بنتي، انا دابا هنايا، انا معاكم وكتهمني مصلحتكم مهما كانت القرارات ديال المحكمه. انت بابا هو الكنز اللي عطانا ربي، وحنايا معاك حتى للموت. انا عارف بلي نتوما كنتو ضحيه ديال هاد الحرب اللي كانت اساسا ما خصهاش توقع. انا ما قدرتش نحميكم، سامحوا لي. سي المجيد منال تفضلوا معايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جلالة الملك نفتتح الجلسة. نبدأ الملف عدد 615/17. الأستاذ سمير بن عيسى المحامي. زكريا الحلو. سي عبد المجيد البيضاوي. حميد بن صالح. حاضر. أم هاني الزواوي. حاضرة. منال البيضاوي. حاضرة. فدوى البيضاوي. حاضرة. مسيو الصديق. حاضر. الشاهد سي حميد بن صالح تفضل. سيدي هذا الراجل كيشبه واحد شويه لسيدي عبد المجيد، ولكن كيبان ليا قصر عليه شويه. دابا غادي نشوفوا العائله المقربه. السيده الام هاني الزواوي تفضلي. اقسم بالله العلي العظيم ان اقول الحق ولا شيء غير الحق. اقسم بالله العلي العظيم ان اقول الحق ولا شيء غير الحق. دابا من بعد ما حلفتي، واش هذا السيد اللي قدامك هو راجلك عبد المجيد البيضاوي؟ لا سيدي، هذا ماشي راجلي، راجلي مات الله يرحمه. ما طلبتش منك فين هو راجلك؟ جاوبي على السؤال ديالي، واش هو ولا لا؟ لا، ولكن هاد التصاور اللي بين يدي كتبين بانه هو. نعم سيدي، بكل احترام، شبه كاين، ولكن انا راجلي ما يخفش عليا، راه 10 اعمار. واش كتقولي على بنت منال اللي كتاكد بانه هو؟ بنتي منال تاثرت بزاف بالموت ديال باباها، وكانت كتمنى بصح تعاود تشوفه. وهاد السيد هذا استغل العاطفه ديالها باش يوصل الغرض ديالو. سيدي الرئيس، هاد السيد بغى يسولي على الاملاك ديال العائله كلها، ولكن هو اللي ما عارفش انني انا ما نقدرش نفرط في بنات ولد عمي الله يرحمه. لا سي صدقت نعطيك الكلمه ديالك. السيد مجيد، اغلبيه الشهود ضدك ما عدا بنتك منال المحامي سمير، ومازال ما سمعناش بنتك في دواء حتى ترتاح وما تبقاش متوتره. اللي بغيت نعرف هو انت ما متيجي، فين كنتي؟ انا كنت مخطوف، واللي خطفوني طلبوا مبالغ كبيره ديال الفلوس. انا كنت كنحمي العائله ديالي وبناتي، ولكن في الاخر ما قدرتش نبقى هكا ساكت. عندك شي دايه على هادشي؟ بنتي منال كنت عيط لها باش تبيع لي بار ديالها ديال الشركه وتخلص عليا الفديه باش يطلقوني. تفضل. احنا قدمنا شكايه في هذا الموضوع للسيد وكيل الملك، والتحقيق مازال ساري، وكنظنوا باللي الناس اللي استافدوا من اعلان وفاه السي عبد المجيد هما نفس الناس اللي خطفوه. سيدي الرئيس، هادشي كلشي كذب، لا اساس لهم الصحه. تفضل سي صدق نعطيك الكلمه ديالك. وليا بنتي فدوى، دابا قادره تكلمي؟ نعم سيدي. راه عادي، بغينا غير نعرفوا واش هاد السيد اللي قدامك واش هو باباك ولا لا؟ لا سيدي. فدوى اش كتقولي؟ من بعد الشهاده ديال البنت الصغيره فدوى البيضاوي، المحكمه قررت باش تلجا لقسم الشرطه التقنيه والعلميه من اجل اجراء اختبار هويه الجينيه المعروفه ADN. رفعت الجلسه. وي نعم، ياك دابا جبت لك لا موليكول، جبت لك لا فورمول، عندك كل شيء دابا. بغيت المنتوج يعمر السوق، بغيت نغزي العالم هذا المنتوج هذا. هي ابتداء من السيمانه الجايه هادشي تنقول. كيفاش المسائل الاداريه مش شغلك، تتكلف بالشغل ديالك. راني فران وقد بحومه. الله يعاونك. الخبرة العلمية أكدت أنك عبد المجيد البيضاوي. رفعت الجلسة. اسمح لي يا بابا. ما كاين لباس هذا السيد، ما كاين لباس. درنا اكثر من جهدنا وما احترمناش التيك ديال الصناعه ديال الدواء. البروتوكول كله زربناه. شوف لي تيك البروتوكول ما عندي ما ندير بهم. بيزنس از بيزنس، المهم ان السلعه خاصها تفيد دوك الناس اللي مرض واللي محتاجين.
ولكن باش تقدروا بيعوا كيخصنا الترخيص، والتراخيص ديال باش تقدر تبيع على برا راه صعيب ومعقده بزاف. واش فراسك واحد الحاجه غتولي مشهور بحال باستور افيسان بنو رشد، وغادي يوليو يقراو عليك في المدارس وفي الجامعات؟ ايوا الحمد لله كان خير، ميمشي كنت عارف راه واحد الدوسي ديالهم كان قانونيا تخفابل. فعلا الحمد لله بفضل الله وفضلكم نتوما قدرنا نوصل لهذه النتيجه، ولكن الطريق مازال طويل. غادي نبقاو ديما جنبك بابا حتى ترد حقك وحقنا معاك. ما تصوريش ما دارش حال، انا فخور بك. وإلا بغيتي ترجع حقك في الشركه خصنا نوقفوا الصديق عند حدو. صديق صديق باغي يدير واحد المصيبه كبيره في هاد البلاد، وشحال ما ربحنا ديال الوقت باش نوقفوا، شحال ما مزيان. بلاتي بلاتي مختبرات لاكيوي الطبية أنها توصلت وبعد أبحاث جد معمقة لدواء موجه لمرضى السرطان، وإذا تأكد هذا الخبر الذي لازال قيد البحث والتدقيق. شي حاجة ماشي هي هذيك، أنا بنفسي سافرت للمستقبل ومنعت صديق من لاموليكول باش ما يوزعش الدواء. والغريب في الأمر هو عطاه الترخيص في 3 أيام، ما يمكنش. والسلطات إلا ما أكدتش غادي يزور الأوراق، غادي يكون زور الترخيص وغيوزع الدواء، ولا وزع الدواء غيضر واحد المجموعه كبيره ديال الناس اللي كان عندهم امل. وشنو ممكن نديرو باش نوقفوا هذا المجرم؟ نسافروا للمستقبل. نسافروا للمستقبل، خصنا ضروري لي زوتوريزاسيون سينو راه الجهاد ديالنا كامل غيمشي فالصو. الجهاد ديالك ما غيمشيش فالصو، هاك ها لي زوتوريزاسيون، تمتع مع راسك يا اكبر دكتور الدكتور فنيد. اسمح لي يا بابا تعطلت عليك. خصنا نمنعو الصديق من هاد الكارثة اللي باغي يدير، عندنا أقل من 72 ساعة باش يمكننا نوقفو عند حدو. نعلمو البوليس ونديرو شي كاية مستعجلة في المحكمة. لا غادي ياخد وقت كبير، أنا دابا خديت حقي في الشركة، ممكن ندخل ونوقفو عند حدو. ايه ولكن الحكم مازال ما تنفذش. واش دابا حنا غنبقاو نناقشو هادشي؟ ديري هادشي اللي كنقول لك وتحركي. واخا غادي نقول لسمير يجي لعندنا الشركه، ولكن قبل عطي لي طون تليفون ندير لك لابليكاسيون بون فواياجي دون طون ونشرحها لك. طريقه معنا في الطريق. طريق طلب غادي وكيكسر، السلعه خاصها تكون بزايد باش تقدروا نبيعوا لكل شيء. هادي ماشي سلعه، هذا راه الدواء، وخصو بزاف ديال الوقت باش يتصاوب بمعايير دقيقه. كل اللي كيتباع ويتشرى كله سلعه، المهم يجيب الفلوس. غير ما تزربنيش عفاك، انا راه عالي ماشي عشاب في السويقه. تا والو بلا بيا، انا اللي عطيتك لا فورمول، فهمتي؟ الا درتي داكشي اللي كنقول لك غتولي حاجه وشان. ما تكثرش عليا في الهضره، غنمشي نشوف السلعه الماليه. سي صديق سي عبد المجيد، انا نتسناك على برا. مرحبا واهلا بولد عمي. مرحبا مرحبا مرحبا، كيما العاده ديما انت روطار. انا جيت في الوقت باش نوقفك عند حدك وناخذ لي بار ديالي في هاد الشركه اللي خولت ليا المحكمه. انا ما عنديش مشكل اللي حكمت به المحكمه، من حقك ديالك. واش نسيتي عاودت العمارة كلها وخليت لك هذا البيرو؟ لأنك نعرف كيعجبك داكشي ديال الانتيكيتي، ولكن منين تمعنت في هذا البيرو لقيت التواسع والضواء والشراج، حسيت بالراحة في هذا البيرو، ما باغيش نمشي منه. وهذاك الدواء اللي باغي توزع على الناس وباغي تقتلهم راه هو اللي غادي يخرج عليك وغيخرج على الشركة في مرة. الشركة غادية لقدام، وأنا ولي كيواي غادي نوليو مشهورين بزاف، الناس كلها غتولي تتعامل معنا، تبغي تتعامل معنا وتشهد تتعامل معنا. انت مجرم، الدواء مازال ما تجربش ومازال خاصو يخضع للتطور باش يمكن يوصل للناس. انت ما كيهموك غير الفلوس، اما حياه البشر عندك كيف والو. شوف كل شيء كيموت وكل شيء غادي يموت، المهم في الحياه هو الانسان يجرب المغامره. المغامره وهذاك الدواء غادي يكون هو معجزه الزمان. انت مريض حمق، وانا ما غنخليكش دير اي حاجه في الشركه ديالي. كتبقى فيا ولد عمي، والله العظيم الا كتبقى فيا.
اللي خسر. الشركة غادية مزيان، وهذاك الدواء اللي كيهضر عليه دابا 70 ساعة غادي يكون عند الناس يداويهم. ما عندكش الحق دير أي حاجة إلا بالموافقة ديالي. أنا دابا رجعت. مرحبا بك، مرحبا الدار دارك، ولكن كتبقى فيا بزاف. خصك تسير العصر هذا، عصر السرعة. أنت بقيتي في بلاصتك. أنت منال علاش لو كتقلبي؟ لا والو، غير كنشوف واش كلشي هو هذاك. حسبيني معاكم، ديريني بحال اختك الصغيره وقولي لي علاش كتقلبي، نقدر نعاونك. اوه اهلا اهلا، ها هما الحباب عاوتاني تجمعوا. مرحبا. بابا خصنا نمشيو من هنا. ما نمشيو من هنا حتى نوقفوا عند حدو. بابا صديق هو الباترون دابا، ومن حقه يدير اللي بغى. لا منال، باباك هو الباترون، ورجعت ليه الشركه قانونيه. ملي يتنفذ الحكم يرجع قانوني ويتبدل ستاتوت الشركه عاد نقدروا نتدخلوا، اما دابا ما عندناش الحق نكونوا هنا. مزيان، حتى انا مستعد. اللي بغى يلعب معايا مرحبا، ولكن اللعب خصكم توازن، واللي ربح تصفقوا عليه. يلا بابا خصنا نمشيو. شنو وقع لي؟ غادي نرجع ونوقفك عند حدك. خرجوا ونقول لكم. هذه هي البلاصه اللي قالت لي عليها. متأكدة؟ متأكدة. بون انا نمشي نقلب الهيم ونتوما نسيروا من هنا. بابا سمير لقيتها. مخدمش هادشي، ما كيطلعش ليا الستوريك. حاول بابا. الو سارة، واخا شكرا، درت غيا بابا راه جاي صديق عندنا. قلت لك ما خدامش هادشي. خليني نجرب. خصني نكونيكتي لابليكاسيون مع الماكينة. نهار 16 في شهر 7 2045 ندخلوا هاد لادات في الابليكاسيون. C'est bon. Ça marche. Marte, mais j'ai l'application. Mais tiens, papa, là. Thank you.
ما جاش معنا ما صدقاتلوش لابليكاسيون. اجي داك الراجل اللي جالس ليه شو الشافعي؟ لا ما يمكنش. سي هو عبد الشافعي. عبد الشافعي. عبد الشافعي. عبد الشافعي. كيفك تعرفني يا خويا؟ ياك يا عبد الشافعي درتي حديده واعره تفركستي وانت تقلب وجهك. وانت راه برويطه دايرينها كندبروا بها على راسنا وصافي. انت باه كتسوسو عليا. شنو كتسوسو عليا؟ كتسوسو عليا كيقولوا الناس زمان كتطلعها عليا. سمح لينا غير شفناك مع اللي فراسك وصايك فيراري. وانت راه برويطه هادي دايرينها طاكسي راه حنا كاع صحاب هاد الرويض راه البوفريه هما اللي عايشين شتيهم. خويا مولا عندهم طوموبيلات كيطيروا. سمح لينا راه عايشين كتبوا واحد السيد كنعرفو حتى هو سميتو عبد الشافعي. ما علومش بالي رانا ولدو. وراه انت سبحان الله انت تشبه لسمير المحامي. وانت يا سبحان الله العظيم وما تقولها منال البيضاوي كما ولادهم نتوما. واش تقدر دينا للدار؟ لما عرفتش انا تعرف الطوموبيل. تقدر توصلنا؟ 5 دراهم ولا بغيت تخلص باورو 5000 اورو. 5000 اورو. واخويا راه الوقت خايب اش غادي ندير لك؟ راه كنهزها بلاصه وحده. نتوما جوج الاواكس كدور وداك الشيء. صافي ما كاين مشكل غير دينا. اجو عند الادريس خويا بسمه وحده غتوصلنا حتى للدار. صافي يلا. كتهضروا غير بشويه ياك معيانين. تبغيو نكوموندي لكم الدواء؟ لا لا شكرا. في المده ديال السفر ديالكم كل شيء كان عادي. خلصت لي فاكتور جاوبت على لي زيميل ولكن كاين واحد الخبر عاجل. شنو هو؟ في غيابكم دخل واحد الراجل باين عليه مقلق وقلب الدار كلها. اش سميتو؟ قلبت في الريبيرتوار ما كاينش. غريب ما عندوش هويه معروفه وعندو الكود سيكوريتي باش دخل. كاين شي حاجه اخرى؟ كاين واحد الميساج ديال دينا لا ديريكتريس جينيرال ديال لوكيوي. شكرا وبقاو على خير. خصنا نعيطو لدينا غيكون عندها الاخبار بقبض لا موليكول ولا فورمول. عافاك عيطي لدينا. منال سمير رجعتو بكري من العمره. ما فهمتش شتوني بحال اللي صغار انت. دينا الله يخليك ما عندناش وقت لهادشي. خصنا ضروري نعرفوا واش خبيتي لا موليكول ولا فورمول اللي كداوي الكونسير. جوستو ما لقيناهاش. وفين مشات لا فورمول والموليكول؟ غبرو وانا شاكه في واحد السيد كان ديما كيجي يسول عليهم. واش شفتي لاش كيشبه ولا عندك سميتو؟ هاد السيد كان ديما كيجيب لا رانديفو والسيكوريتي كيرجعوه. وقلبتوا لي كاميرا سيرفيونس؟ فكرنا في هاد القضيه ولكن لقينا كلشي تمسح. قولي لي ما جبتيتو لا فاز تيست ديال لا موليكول والضوء؟ هذا هو المشكل. درنا لو تيست لا فاز الاولى ولكن مازال ما بدينا في الثانيه. هذا ما يكون غير صديق. شكون هو صديق؟ نتوما منين عرفتوا سميتي وكيدرتو وصلتوا ليا؟ دينا دينا ديري فينا الثقه. سمعيني مزيان غادي ترجعي للشركه وغادي تكوني على بال وحنا نتصلوا بك واخا؟ داكوغ. منال سمير كيتسناكم واحد الراجل. جاب رجلي حتى لهنا. بابا فوقاش جيتي قبيله وانا كنتسناكم. اسمح لنا سي عبد المجيد كان عندنا واحد المشكل في الشركه. ما
بالكم تعطلتوا. شو واحد سبقنا وشوف لا موليكول ولا فورمول ما غيكون غير صديق. لا موليكول ما لقيتهاش ولكن لا فورمول ها هي. خاصنا نرجعوا دابا ل 2017 شي نور غادي تبع الدواء وترى شي كارثه. صافي يا بابا نمشيو دابا. لا غير سير يا بنتي اما زعما نبقى شويه انايا خاصني نقلب على لا موليكول. لا لا انا ما غاداش بلا بك. غير سير يا بنتي ثقي فيا الماكينه انا عارفه كيفاش كدار في اي لحظه يمكن لي يرجع لكم. ما يمكنش تخليك بوحدك عاوتاني. شوف يا بنتي كاين جوج الانواع ديال الناس اللي كيظن ان الحياه ما كتقدرش وكيكون يدير القدر في يده كيعيش غير بالطمع بزاف كيخاف من كل شيء وكاين اللي بحالي انايا كيحاول يخدم الناس وكيدير الخير مع الناس باش على الاقل يذكروه بالخير. ما فهمتش علاش كتقول لي هادشي. شوف يا بنتي انا حاولت نحقق معجزه علميه كبيره لساعد البشر ونطور حياه الناس ولكن اللي طرا العكس. انا دابا كنحاول نصحح الخطا باش على الاقل نعاود نعيش حياه مرتاحه. سيد المجيد واحد حنا راه بجنبك باش الدواء ما يمشيش عباد الله. المشكل يا سمير ماشي في الدواء المشكل في الصديق وفي الماكينه وخاصني ندمر هذيك الماكينه ونقبض الصديق هنا باش ما يعاودش يرجع ل 2017. منال يلا نمشيو سعد المجيد راه عارف اش كيدير. بغيت نبقى معاك يا بابا. ديري لي خاطر يا بنتي وسيري غادي نرجع عندكم في اي وقت كان. الا ما تبدل والو في 2017 غادي نرجعو عندك في المستقبل. اكيد غادي نرجعو عندي. يلا يلا منال سعد المجيد. مالك وصلني بزاف ديال لي ميساج من ماما. عيط لها وقيلا بغات تصالح معاك. الو مالك شنو مالها؟ احنا جايين عندك دابا. منال فدوى الله يشافيك. منال انا كنصنع العبره. واخا شكرا يا سمير. علاش خديتي هذاك الدواء وانت عارفه مازال ما داروا ليه لي تيست؟ ماما والصديق قالوا لي راك كيداوي وانا كنت باغيه صحتي ترجع كيف ما كانت. الا بقيتي طايقه داك الصديق وتابعاه غادي يخرج عليك ويخرج علينا كاملين. منال اختي اسمحي لي قولي بابا يسمح لي. صديق هو اللي هددني وقال لي شدي ضد باباك في المحكمه قال لي ما درتش هادشي غنقتلك. اللي فات مات المهم هي صحتك. الطبيب قال لي ما بقاش ليا بزاف وانا بغيت نشوف بابا ونتسامح معاه قبل ما نموت. ما بغيتش نموت بابا غضبان عليا. بابا ما غضبانش عليك مشغول مع التحقيق وغادي يجي يشوفك وما غاديش تموتي. بغيت نشوف بابا كذبت وشاد ضده في المحكمه. عيط على بابا عافاك بغيت نشوف. غادي يسالي ويجي يشوفك. منال سمحي لي اختي عافاك. حاجة ما تبدلات خصنا نرجع للمستقبل. يلا نمشيو. مالي توني خرجت عاوتاني. اجي اجدر معكم في الشركة. اين شركة؟ الشركة ديال الباب. مالها؟ يقدوا لي الدواء ديال الكونسير اللي لقاو داك الشيء. منين جاك هاد الخبر؟ ها انت شوف اختارت السيد هذا. انا راه كنت شديت وراه كيسمى الزباله ديال الفلوس ولكن هو الحرام جن كيبان وكيحضر بحال الخبز. بسم الله الرحمن الرحيم كتبان وكتغبر ولكن انت يا مالاه. هي بقى معايا تستنى خويا. المرة اللي فاتت وصلتك وانا عيان وكاع ما خلصتيني ودرت على وجه باك. الصور ديال الطوموبيل عجبك الحال. شنو هو؟ الصور ديال الطوموبيل انت الله فيك. هما من طلعت عجبني الحال غتخلعني. انا مدام
ولد عبد الشافعي؟ اش من ولد عبد الشافعي؟ تضحك عليا ولا كتضحك على الوقت؟ فين خليتي لي باش يكون عندي ولادي ولا مستقبل؟ ما بغيتي تمشي تسافر ديك الماكينة ديالك؟ خلي لي أمانة وتتقول لي لو وقعت لي شي حاجة، هاد الأمانة خليها لبنتي منال وفدوى. ولا سمير، سمير اللي خليتي ليه با يتيم. أنا اللي يتيم، أنا اللي ما كنعرف لا مي لا با، ما عمرنيش عائلتي. من نهار حليت عيني وحليت على وجهك أنت، اش كتقول؟ عمرك حليتي عليا. اسمع ولدي، ما تقولش يا ولدي. ولدي غادي نقول لك ولدي، لانك من صغرك كبرتي معايا وغتبقى ديما ولدي. داك الصداق اللي انت يا تابعو شحال هادي وعندك معاه المشاكل، هذاك الراجل هو اللي لقيت قدامي، هو اللي وريني الحياه، هو اللي كيفكر فيا. انت شنو درتي لي؟ ها شنو درتي لي؟ حرجتي عليا وتكفتي عليا ملي كنت بقيت صغير حتى لدابا. انت اللي دلي منيه ديالي، عارف اسراري كامله، بيني وبين عائلتي، بين مراتي، الماكينه اللي عندي، شنو اهدافي. الموليكول اللي نايض عليها القيامه كلها بركي كتقلبوا وتنبشوا هي عندي، ما غياخذها حتى شي واحد. غادي نرجع ل 2017 وغادي نبيعها، وغادي نزيد بها عمارات، وغنشري بها طوموبيلات، وليت انا عايش بحالكم، ما نبقاش عايش تحت الصباط، وغنوليت انا لاباس عليا، ونعيش بحالك وبحال اللي بحالك. انت راه من صغرك وانا كنعتبرك ولدي. ما تبقاش تقول لي يا ولدي. غادي نقول لك ولدي، لانك من صغرك كبرتي معايا وغتبقى ديما ولدي. دار لي في العروبيه فعلا خليتها لبناتي، ولكن الاراضي اللي دايره بها خليتها لك انت في سميتك. حاجه واحده وهياك تمشي تبيع لا موليكول، راه باقا في التجارب، غتقتل بها واحد المجموعه كبيره ديال الناس اللي هما ابرياء. دابا ها انت انا قدامك، دير اللي بغيتي، قتلني، ولكن وصيك على موليكول وياك تمشي تبيعها. ما كاين بس اولدي، ما كاين بس. المجيد اش واقع؟ من بعد نعاود لك. منال سيري مع عبد الشافعي، خذوا لا موليكول ودمروها. كيفاش؟ ما فهمتش. قصه طويله، من بعد نعاود لك، سيري معاه ما تخافيش. انا راه مخبيها في البيرو ديالك اللي شريتي من عند الصديق في الستينات. يلا منال مشي. سيري ما تخافيش. يلا بنتي. سمير بلاتي كل شيء كاش. تا حاجة ما دبت ثلاثة بيرو بقى هو هو. أنا في مخبي الموليكول. يلا نمشي قبل ما يجي الصداق. كيفاش عرفتي واش الصداق جاي؟ هو اللي وراني فين نخبي الموليكول، وراني حتى كيفاش ندخل بلا باتش. خصني نمشي عند سمير ونرجعو ل 2017 باش نحرقو لا موليكول، وحتى انت خصك ترجع بالماكينة. أنا خصني نمشي نقلب على الماكينة فين كاينة. غادي نوصيك واحد الوصية، رجعي ل 2017 وما تسنيش سمير، وحرقي داك الموليكول.
لا لا منى صباح الخير. صباح الخير. لو كورسي جاب لك واحد الدوسي. شكرا. ولكن قلت لك ما تبقاش تعيطي ليا لالا منال، راكي بحال اختي صغيره. دابا انت هي لا بي دي جي ديال الشركه وما يمكنش لي نقول لك منال. شكرا. الله يهنيك. اخبارك الصديق حكموا عليه 10 سنين الحبس. اه شفتها في الاخبار. وحكموا عليه غيابيا. بنتي منال، الى وصلك هذا الفيديو راه انا اللي ارسلته لسمير باش يصيفطو لك. انا غادي نبقى هنا في المستقبل 2045، وهذيك الماكينه اللي اخترعت غادي نحاول ما امكن باش ندمرها، لانها هي سبب المصائب. اللي باغي يدير الصديق ويرجع ل 2017 ويقتل عباد الله. منال تهلاي في اختك الصغيره في دوا، حاولوا تقربوا ماماكم واخا انها درت فيكم الشر، تعيشوا معها. سلامة هاد الساعه.